الكريم من أهل الكلمة والذواقة. مساء الخير، مساء الشعر، مساء الكلمة الحلوة، مساء العطر الطالع من حيطان هالجامعة، عطر الثقافة والإبداع والجمال. من أشهر كتيرة ونحن ما عم نسمع غير كلمات وعبارات متعلقة فقط بالحقل المعجمي الخاص بالكورونا وعجقة السير والبنزين والدولار والوضع الاقتصادي الكارثي. من أشهر ونحن سجنا الخوف، الخوف من المعلوم والمجهول، الخوف من اليوم ومن بكرة، الخوف ما يطلع الضوء علينا، ساعة أمراض، ساعة أدوية مفقودة، ساعة طوابير خبز وحليب، وساعة انفجار بيهز قلب بيروت وبتنهز معه أحلامنا وأمالنا وأملنا ببكرة أحلى. تنهز؟ نعم. بتتعب؟ أكيد. بتستسلم؟ لا. بتموت؟ كمان لا. ورح أرجع أقول وأكرر، وحياتك يا بيروت يا فرح الحزين، الأحلام ما بتموت ولو غفيت سنين، لو دمروا البيوت بيبقى فينا الإيمان، فكرن يمحوا بيروت ما بينمحى لبنان. نحن شعب عنده إيمان بيقدر ينقل الجبل من ميلة للتانية، إيمان بيعطينا إرادة بالصمود، إيمان بيخلي هالإرادة يلي فينا ما تستسلم. ولأنه نحن شعب ما بيستسلم، ولأنه الثقافة هي أقوى سلاح بوجه الظلم والظلام، نحن مجتمعين اليوم للاحتفال بالتوقيع الثاني لكتاب على مرفق الأيام للشاعرة جان دارك صقر. جان دارك هي بنت هالجامعة يلي بتفتخر فيها، وعم تحضن الليلة هالحفل يلي بيعود ريعه لمساعدة طلاب بدفع أقساطهم الجامعية من بعد ما كان التوقيع الأول يعود ريعه لمساعدة المتضررين من انفجار مرفق بيروت. هالكتاب أكيد بتستاهل زقفة. هالكتاب هو الثاني لشاعرتنا من بعد كتابها الأول الديانة الرابعة يلي أهدته لمدينتها جبيل، وهي دايما بتحب تذكر وتذكر إن بنت البحر وبنت المينا وبنت هالمدينة الساحرة شكلا ومضمونا، ونحن طبعا من وفق الرأي هذا زقفة أكيد. وهلأ بداية الكلمات والكلام مسك مع شاعر بيشتغل بالحروف، بيصنع منا قصايد غنوها كبار وقريوها كتار، شاعر من مدرسة كبير من لبنان، سعيد عقل وصاحب موقف وصاحب مبدأ، شاعر همه الوطن ومحمل قصايده هموم الناس. ومثل ما الجسد له عطر، كمان الكلمة بيصير لها عطر لما بيلقيها الشاعر حبيب يونس. المسرح لك، تفضل. يمكن سعيد عقل المدرسة الوحيدة ما بيتخرج منها حدا، منضل ظل لرفة عينه بقى كتير علي. أسعد الله سفن الأحلام على مرافق أيامكم، حيثما تكسر الخطيئة تفيض النعمة، وقد تدفقت النعمة من آية الإنجيل لتصبح مع جان دارك صقر فعلا متجسدا، مدماكه العطاء وأساسه المحبة. مسيحية جان دارك عن حق،
أن توقف ريع كتابها الثاني على مرفأ الأيام في توقيع سابق وفي توقيع اليوم، بذلاً للآخرين ضحايا مأساة مرفأ بيروت وطلاب جامعة الروح القدس، إنما تعمل بهدي المسيح. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه. فجان دارك التي استلهمت عنوان كتابها من انفجارين، دفق مشاعرها حيال حبيب لا يشبه إلا ابتسامتها وحضورها المحبب النحلت، وانفجار المرفأ تدرك هذه الجان دارك تدرك أن سلاح المحبة أمضى من أي سلاح يجر خطيئة تلو خطيئة، كأني بسلاحها ترجمة لقول المخلص عشية ميلاده: أنا غلبت العالم. ونحن في لقائنا هنا هذه العشية نغلب الخطايا فنمحوها، ونكشح سواد القبائح والرذائل فتعود الشمس تطلع من أحلامنا، ونقضي على اليأس الذي لا مكان له بيننا، كيف لا ونحن أبناء الرجاء وحضارة المحبة. فشكرا لوردة هذا اللقاء جان دارك، أنها جعلتنا نحيي الإنسان الذي فينا فنكون مع الإنسان، ونحيي تقليد العون الذي نهضت به قرانا فيما مضى، فعاش أهلنا فلاحين مكفيين أين منهم السلاطين وإن مخفيين. لكم أن تقرأوا الكتاب على مرفأ الأيام، وأن تختاروا الشراع الذي يناسب رحلاتكم في بحار البوح والصدق. هي التي كتبت: مهما كثرت النساء حولك سأبقى أنا كثيرتك الوحيدة، ولكن لي أيضا أن أختار بيروت حبيبة دون الحبيبات جميعا. هي التي همست لي حين طعنت خاصرة مرفئها بحربة فكتبت بلسانها. قالت بيروت: أنا لغة الثمار التي تينع ما إن تتبرعم، أنا لغة العشب المخضوضر بالوحل والغبار، أنا لغة العشب المخضوضر بالوحل والغبار، أنا صفحة الموج الموشى بالنوارس، أنا الوسادة لزرقة السماء تلقي عليها رأسها لتحلم، أنا الكأس المترعة بعرق الجباه العاملة، أنا لا أدمع إلا دم شهادة، أنا أعانق الخناجر التي تطعن ظهري خوف تتوجع الطعنات، أنا بيروت قهوة صباحي غد أبنائي، هيئ الركوة فحسب لا أحتاج إلى سوى ملعقة بن واحدة، واترك لي رشفة في فنجان. وما حبيبتي بيروت إلا تلك التي اسمها بيروت، لا سوليدار ولا شي تاني، بيروت على اسمها وعينا. ومن تاريخها قطفنا أمجادا فحولناها عقود أحلام وياسمين، لففنا بها عنق غدنا حينا وأهديناها لجميلات جميلات أحيانا. تظاهرنا في ساحاتها، لعبنا في أزقتها، تجولنا في أسواقها القديمة، ردنا دورها ومسارحها ومقاهيها، واشترينا كتبنا المستعملة من مكتباتها. تهنا آه كم تهنا في زحمتها، وصرفنا أول دولار لدى صيارفتها على تلك الأرصفة المزدحمة، مش من عند رياض سلامي. كبرنا في وسطها شبانا وصبايا من موعد إلى موعد ومن لقاء إلى لقاء، وودعنا هناك مراهقتنا ومريول المدرسة. حفظنا عن ظهر قلب قصائد قيلت فيها وأغنيات، أحببناها مثل ما هي وعتبنا عليها حين تحولت ساحة حرب وخطوط تماس. نحن من ظننا شبابنا فرحا لا ينتهي وطموحا موشا بالورود،
وبقينا نحبها ورحنا نلم دموعها شهيدا تلو شهيد، إلى أن قامت من تحت الردم فازداد تعلقنا بها وعدنا إلى دفاتر الطفولة والشباب نرسم بها مستقبلا لعاصمتنا سيدة المدن المتوسطية مرضعة الشرائع والقوانين للعالم. وعادت مهما كيف، ولو انفطرت قلوبنا على كل حصات حبل بتاريخ وأم لتواريخ تحت جنازير جرافة، وتفتتت قلوبنا على مبان بقيت عليها آثار من أقدامنا وظلالنا وبصماتنا، سويت بالأرض لتقوم مكانها ساحة أو برش. انتظرنا طويلا عودة شهدائها إلى قلبها ولو تمثالا، التمثال نعمل هون بالكسليك على ما أظن، ومجيء المصور الأرمني مع كاميرته القديمة ليلتقط لنا صورة هناك نضمها إلى الألبوم ولو مستفقدة أحد الوالدين أو أحد الأحبة والأصدقاء. عادت وفرحنا بها عروسا تتألق حتى خطاياها ما عادت خطاياها. سبحانها تستيقظ ولا تنام، تلهو بالزمن ولا تتعب، تفتح ذراعيها على وسعهما، تعانق أهلها وزوارها، تعانق المهرجان والتظاهر والمعرض والكتاب والصورة والصحيفة والمسرح والمستشفى والملعب والمدرسة والجامعة والمكتبة والمقهى والمطعم ومؤسسات التجارة والمال والأعمال والكنيسة والجامع والخلوة والكنيس. سبحانها تتفقد آثارها ورشة بنائها وتلقي عليها شعرا وشالا من نور عينيها الجميلتين لئلا تبرد ليلا. بيروت واسمها بيروت، ويكفي أن اسمها بيروت، الحبيبة الجميلة القديمة الجديدة التي ولدت مذ كاغت أول صفحة في التاريخ في حضنها، وتلك الصفحة التي لم تولد بعد. ما هم بيروت طعنة في الظهر أو في الخاصرة أو في القلب. قبل قامت من بين الأموات 7 مرات وستقوم اليوم إلى 7000 سنة مقبلة بإرادة أهل لبنان وبوعي بدورها على شاطئ هذا البحر الذي سمي المتوسط لأنه توسط نفوذ أبنائها فيما مضى. ولمن لا يعرف ما هي بيروت ومن هي بيروت ومن له صاغيتان فليسمع. بيروت قبل البحر والمدن، قبل اغترار الموج بالسفن، كانت وتبقى حسبها أزل أقوى من الأنواء والمحن، جمعته مع أبد فكان لها أن سرمدت لبنان في الزمن. كانت وتبقى حسبها أزل أقوى من الأنواء والمحن، جمعته مع أبد فكان لها أن سرمدت لبنان في الزمن. بيروت إنسان بنى غده متمردا أبدا على الكفن، ملأ الحياة بنبضه فرحا مهما تمادت إصبع الفتن، قد شاء جنته اتساع مدى وجنانه هيهات من عدن. بيروت أم للشرائع مذ طير السما حطت على غصني، قل قبلة المدن العواصم، قل وقلوب أهليها الأولى وطني، إن مسهم خطر هببت لهم، كم خانها سيف ولم أخني، تبقى الحضارة قلبها وبها زمن البدائع والفنون غني، تبقى وهذه الأرض شاهدة لو لم تكن بيروت لم تكن. وما فعل جان دارك قبلا واليوم إلا هبة أميرة في العطاء والصدق لنجدة أهلها حين امتد خنجر الغدر لينزع عن ثغر بيروت ابتسامة، فهل من دليل بعد أفصح من ابتسامة جان دارك تعيد الخنجر إلى نحره وتزرع ابتسامات على وجوه أبناء لبنان الغد؟ فشكرا لجان دارك ابتسامتها، وشكرا لجان دارك يدها البيضاء كقلبها
وشكرا لحضوركم. وشكرا استاذ حبيب على العطر يلي تركته وراك. صارت كلمة المرفق محطة ألم بوجداننا، مرفق على مرفق الأيام، والشعر بيداوي الألم، بيخدنا على مساحات عشق، على عالم ما بيشبه يومياتنا، بيلبسها تياب العيد، بيخلي العيون تلمع والقلب يحن. ومع جون دارك صقر وكتابة على مرفق الأيام رح نبحر مع الكلمة، وبين الجلدة والجلدة في ورق وفي حروف، وبين كل سطر وسطر فتشوا عن الحب، بترك الكلام والشرح والتعبير عن الحب للمؤلفة يلي عم نحتفل اليوم بإصدارها الثاني جون دارك صقر. المسرح إليك، تفضلي. ميرسي لك نسرين لأنك قلتي للشرح والحكي، لأنه ما رح أحكي شعر ولا رح أحكي نحو من بعد الأستاذ حبيب يونس. أنا في كلمة صغيرة بدي أقولها. أول شيء بدي أتشكركم جميعاً لوجودكم معنا الليلة فرداً فرداً لشغلتين أساسيتين كتير مهمين. أول شيء أنه بعدنا عم نحب نركض تنساعد، وتاني شيء أنه الشعر بعده بخير. بتمنى من كل شخص أنه كل شخص إن شاء الله يعني كل شخص منكم يقدر يلاقي قصيدة أو جملة بهالديوان بتشبهه. رح خبركم باختصار شو قصة هالكتاب الغريبة. هذا الكتاب انكتب قصايد، انكتبت قصايده بين سنة 2015 و2019، وأنا كنت نقيت له هذا العنوان، بس ما كنت متخيلة أنه دغري بدي أعمل له توقيع. إلى حين صارت فاجعة أربع آب، حسيت أنه في شيء مثل ما عرفته مثل ما نحكى أنه في شيء جواتي قال أنه لا، لازم يصير في هذا التوقيع ولازم يروح لمساعدة الناس اللي تضررت بانفجار المرفق. وهيك صار، هيك صار بدوز دوز 2020 مثل هالايام هيديك السنه. تعاونت مع لي بيروت بلاتفورم وعملنا حمله تدفئه ساعدنا فيها الناس اللي تضررت بالانفجار. بس حسيت هالديوان رسالته بعد ما اكتملت، الى حين التقيت انا وبير طحان ورجعنا اجتمعنا مع رئيس الجامعه يلي هو بير طلال هاشم، وضحت الفكره براسي. وحسيت انه بهالايام الصعبه حبيت انه هالجامعه يلي تخرجت منها ويلي بحبها كتير يضل فضلة ماشي على تلاميذة، يضل فضلة على الطلاب. لأنه بتذكر لما كنت أنا هون بالجامعة، أنا كنت خريجة هندسة برامج وكمبيوتر برمجة وهندسة، نحن ما كان عندنا فاكولتي، نحن كنا نتقسم كوراتنا بين الأجرونومي والبزنس. جيت بعد 3-4 سنين من تخرجي شفت الفاكولتي دو ميدسين، فاكولتي دو سيانس، كبر قلبي وحسيت انه هيدي الجامعه بالذات عندها دور كتير مهم بمجتمعنا. اوله انه عم تسهر حتى طلابها بلبنان وخارج لبنان، وتاني شيء انه هيدي الجامعه مش بس همها تعمر فاكولتيز وديبارتمنت، همها كمان تبني الانسان، وهيدا هو الاهم، لانه نحن بهيدا البلد بحاجه للإنسان والإنسانية وللمواطنية. ومن هون إجت هالفكرة وهالمساهمة الثقافية والمعنوية، ويلي بطلت بتقتصر علي وحدة، امتدت لناس مثل أفضالكم. أنا بتشكركم وأهلا وسهلا فيكم. حلو كتير تقرأ الشعر، والأحلى إنك تسمعه، والأحلى وأحلى إنه يوصل لك بإحساس معجون بالكلمات. رح نستمع هلأ لقراءات شعرية بتدق على باب القلب، على باب قلب كل واحد منكن، مع الأستاذ رافق إدريس، الأستاذ حبيب يونس، والسيدة جون دارك صقر. افتحوا قلوبكن. لا أجيد تنميق الكلام ونظم الشعر كأستاذنا حارس شعر الأرز حبيب يونس، يا ليتني أجدت ذلك. كما لا أحسن تمرير
عبارات تحمل سمات السياسة لأني لا أفقه فيها شيئا. سأكتفي بقراءة مختارات مما كتبته جان دارك سار. مختارات مما كتبته جان دارك سار بين إغراء القصيدة ورؤاها، بين البوح ببيت شعر والطوق إليه. اخترنا قصيدتين، ويعني كان هذا امتيازي الليلة أن أختار القصيدة التي سأقرأها. نعم، بلا ميزان، بعنوان بلا ميزان. أريحيني على صدرك، أريحيني على صدرك فأنا متعب مثلك. دعي اسمي وعنواني وماذا كنت. سنين العمر تخنقها دروب الصمت. جئت إليك تحملني رياح الشك للإيمان. فهل أرتاح بعض الوقت في عينيك أم أمضي وتحملني رياح الأحزان؟ رأيتك وآمنت بحنان أبحث عنه، عن شخص يعطي بلا ثمن بلا ميزان. القصيدة الثانية بعنوان هلأ إلي بده يضحك كتير ويمكن يزقف بآخرة بآخر بيت. عاشقة الرجال، كان زمنا كنت أنتظرك فيه، كان زمنا كنت أنتظرك فيه عند نبع الضوء ومملكة الصبح. أراقص الفراشات على سرير الحقول لأسرق منها أريج الزهور فأعطر به يديك. كان زمنا كنت لا أرى في عيون الرجال إلا وجهك، وأدخل عتمة الوقت لأصنع لك من ثوانيه شموعا. كان زمنا، كان زمنا كنت أرى طيور الأرض تعشش في شعرك، وأنك اختزلت رجال العالم وأنا صرت عاشقة كل الرجال. بجامعة الكاثوليك بحس إنه إلي فيها مكان ما. ذات يوم والآباء بيعرفوا، كان عمي الراهب الله يرحمه الأب عبد الله يونس أمين عام هالجامعة، واخترت من كتاب جان دارك قصيدة اسمها سكيزوفرينيا. هلا صدفة اخترتها، العنوان بيلبق على وضعنا بس المضمون أقرب إلى الشعر الموزون اللي أنا بحبه. مش معناها برفض غير أنواع شعر، بس أكتر مع الشعر الموزون وشوي نزاري. يمكن كنت ببداية غرامياتي. بتقول القصيدة، عم بتقله لحبيبة، تقول أمام الناس لست حبيبتك، تقول أمام الناس لست حبيبتك، وتعرف في الأعماق كم كنت كاذبة، تزعم أن لا شيء يجمع بيننا لتبعد عن نفسك وعني المتاعب، وتنفي إشاعات الهوى وهي حلوة، وتجعل تاريخك الجميل خرائب، تعلن في شكل غبي براءتك وتذبح شهواتك وتصبح راهبة، تقتل عطرك عامدا متعمدا، وتخرج من جنات عيني هاربة، تقوم بدور مضحك يا حبيبي وترجع من تمثيل دورك خائبة، فلا الليل يخفي لو أراد نجومه ولا البحر يخفي لو أراد المراكب.
مستحمة بالدمع ترنو لغد قريب، هي التي تخفو على قصيدتها ستنهض وتقيم عرس الحبيب. بيروت يا من كنت دائما مصدر ثقافة وجمال رهيب، بيروت كلمة تفوح من أحرفها رائحة الحضارة مسكا وطيب. بيروت من ألهمت الشعراء في أضواء شوارعها والزواريب، نعم هي بيروت التي يدمرونها تواجه النيران وتخنق اللهيب. قصيدة الثاني، سيدة الطبيعة. لو كنت سيدة الطبيعة لجعلت الغابات أكثر ورقا والمواسم أطول خريفا والبحار أكثر ازرقاقا. لو كنت سيدة الطبيعة لجعلت الكواكب مصابيحك الليلية والقمر أرجوحة أحلامك الطفولية والريح دراجة أسفارك الشهرية. وبما أنني سيدة للحب أزلية ستعرف يوما بأن عشقي لك هو اختراع أبجدية للكرة الأرضية. ونحن لازلنا في فن الحب نتهجى الأبجدية. بيخلص الحكي بس الشعر ما بيخلص، بيرفقنا مثل زوادة أيام وأمل ببكرة أحلى قبل أسبوعين من ولادة طفل الرجا والمحبة والتضحية. بدي كرر الشكر لكل يلي حضروا معنا الليلة، والشكر الكبير أيضاً وأيضاً لجامعة الروح القدس الكاثوليك المتمسكة وجداً برسالتها الثقافية بزمن الطوابير المتنقلة بين الخبز والبنزين والدواء والسفرات، وبزمن كورونا يلي بيطلع علينا كل يوم باسم جديد وبخوف أكبر. كان حلو اللقاء مع الشعر والكلمة الحلوة والوجوه يلي بتخبي نصها كمامة يمكن تتخلي العيون تحكي أكتر وأكتر. وختاما فيكن زقفوا لي كمان. وختاما شكرا. وختاما رح نبقى مع توقيع كتاب على مرفق الأيام بالتزامن مع لقمة ونخب حب، وطبعا أمنية أمنية من جوات القلب إنه يوصل لبنان لمرفق الأمان. وشكراً.